محتاج ايه؟ توني توني قصدي خير مش قصدي شر. شكله يخوف، انا عاوز اروح البيت. حلوه، انتم غنيتوا اغنيه حلوه بصراحه. طب لو سمحت ممكن نتعرف؟ هعرفكم بنفسي، توني بريجانزا انا. انت توني بريجانزا؟ اقول لك في ودانك عشان تصدق؟ لا. لا 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 مش ضروري، شكلك السمح ده باين منه انك توني بريجانزا خالص. ده كويس، هو لما سمعت الاغنيه اللي غنيتوها حبيت كلامها، له معنى حلو. بجد شكرا جدا يا استاذ توني بريجانزا، لكن عايزين طلب منك ويا ريت تعمله لنا. اي حد بيجي هنا له طلبات، اطلب يلا طلبك. بصراحه عايزينك تساعدنا علشان مراتي انجوري اتحولت لشريرة وبتشرب الخلطة بتاعتها، أرجوك لو تعرف تساعدها علشان بدأت أخاف منها. وهي يا أستاذ توني إنسانة جميلة جدا ورقيقة وما ينفعش أبدا تبقى شريرة زيكم. في ايه؟ حضرتك بتضحك ليه ها؟ يعني بس كده؟ حاضر، مشكلتك عندي حلها. ما تخلصنا بسرعة. طيب قصدي ساعدها بسرعة لو سمحت. وهستفيد انا ايه؟ احنا بقى حافظين موسيقى واغاني كتير قوي، هنغني لك اللي تحبه وكل اللي تطلبه. ايوه، وايه تاني تدهولي؟ وانت ايه بقى اللي محتاجه؟ السكر. ايه ده السكر؟ ايه السكر؟ سكر، عايز عصير قصب. عصير قصب؟ ده سهل قوي، انا اروح دلوقتي اجيب لك كوبايه عصير. ها لا لا، هو مش عصير، هاتولي عربيه قصب عيدان سليمه اختي. طيب سليمه، وهتعمل ايه كميه كبيره كده؟ وانت مالك بده؟ مش عايز مراتك تخف تبقى تجيب عربيه مليانه قصب من غير اي سؤال؟ هنجيبها لك، لازم نوافق. خلاص هنجيبه، اتفقنا. يلا انتم دلوقتي، وتيجوا بكره زي دلوقتي بالحاجه، تقدروا تمشوا دلوقت. يلا. يلا يلا بسرعة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.